اصطف الآلاف من أبناء جنوب إفريقيا في شوارع مدينة بريتوريا لرؤية الموكب الجنائزي الذي يحمل جثمان الزعيم التاريخي نيلسون مانديلا أثناء نقله من مقر الحكومة إلى مشرحة المستشفى العسكري، حيث سيقضي ليلته هناك قبل أن يسجل اليوم الثاني على التوالي في المبنى الذي شهد تنصيبه رئيسا للبلاد عام 1994. وكان الآلاف قد تقاطروا منذ ساعات الصباح الأولى إلى مقر الحكومة لإلقاء نظرة الوداع على مانديلا في أجواء غلبت عليها الحزن وحالت الأعداد الغفيرة دون تمكن البعض من توديع بطل مكافحة الفصل العنصري في اليوم الأول من مراسم عرض جثمانه. انتظرت مع ابنتي منذ الصباح، كانت صبورة ومتحمسة لكنهم أغلقوا الأبواب. لماذا يمنعونا؟ إن ماديبا في انتظارنا، لماذا يمنعونا؟ وسينقل جثمان مانديلا السبت إلى مسقط رأسه في بلدة كونو، حيث يفترض أن يدفن الأحد إلى جوار والديه وثلاثة من أبنائه.